تمرين النفس هناخذ التمرين النفس وننزل القاع البطن حلو 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 تمام لا يخرج النفس دقيقه طيب 5 ثواني تمام بعدين اخرجه عن طريق ايش الاس يا ابني راح النفس شوف شوف يلا هنخرجه عن طريق الاس الخفيفه اللي هي اللي ما تنسمع سيارة. يلا احسب لنا يا مخرج هذه زي البالونة ليه انت بسرعة فضيت الهرجة لا انا اخذت نفس جديد لا والله اخذت تمام ما اخذت ترى والله اخذت شوف ما يخرج هواء لين بكرة عارف اللي هو أنا كنت علمت بيانو إلين تخلص المعدل الطبيعي من 25 ل 34 عند كل الناس ما فوق ذلك هو جيد معناته لازم أنا أمرن كمان ممكن أوصل لدقيقة دقيقة وعليها حلو تمام هذا تمرين مرة مهم سرعة التقاط النفس هذه تكنيك كيف أمسك المايك وأغني تمام وما ينسمع صوت أخذ النفس في المايك كيف شوف أبى أسمع المنطقة بس تجيب أيوة اسمح لي يا قلبي ما اقدر اطيعك تعبت اخذت نفس دريت بدل ما اقول اسمح لي يا قلبي ما اقدر اطيعك تعبت ليش اسمح لي يا قلبي ما اقدر اطيعك تعبت عيوني وهي بدون صوت كيف قدرت تتنفس بدون صوت يعني بالعاده الانسان الطبيعي يطلع صوت بس تراقب حبيبك لو يبتسم تسال مين لو يلتفت تسال فين اسمح لي يا قلبي يا قلبي يا قلبي اخذ نفس تمام بس يمكن اخذ نفس بسيط ما اخذ نفس كفايتي وانا ليش اخذ تقدر تكمل عشان معناته لين نهايه الاغنيه وانت ما تنفست من جد بالضبط يا الله سرعه التقاط النفس دون اشعار المتلقي يا الله يا الله يا الله طيب